الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي أنا وهروي إعلامي ما أنت أيها الأحبة وحيسقنني محاضراتك يا دروستي كومبيتيشن كل جوجل أي يا قرآنك محوها هي بندق على سمين أي محاضرات كما أنت الله ما قاعد دري نرشي صحابياتك رضوان الله عليهم ayaa waxay soo baagantay maanta ay bisha 2024 ay tahay waana maalin Friday ah in ayuha xibba waxa hadal walba oo la bilaabayo lagu bilaabaa dad muslimiin hadaan nahay waa aayad quraanka kamida waxaan ku soo dhaweynayaa Amin Sharif oo aayad quraanka kamida noogu furo barnaamijkeena bari tafadal mashkuran majuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى ولك عدك معان قرآنك إلهي سبحانه وتعالى هكذا قمد وأسهل حفظنتي سئيو إلى لنتي سئيو كدقنكي سئيو مارتي كترقى شدي سأل سبحانه وتعالى هو سهله